بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. أحبابي في الله، تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير. تنتمنى الفيديوهات اللي حطيت لكم تستفدوا منهم، يكونوا إيجابيين إن شاء الله وتكونوا تستفدوا منهم، لأن الحمد لله تنبحتوا على الحاجة اللي تطلق الإنسان واللي يقدر يعاون بها راسه مع وليداته، وتكون النتيجة الحمد لله مرضية. تنعون الناس على أساس أنهم ما يلتجؤوا للشعوذة، ما يلتجؤوش لشي حاجة اللي تغضب الرحمن. تقدري ديري وصفة لنفسك تكوني انتي مقتنعة بها وتكوني راضية عليها، وتكوني تعرفي الإيجابيات ديالها والسلبيات ديالها. الوقت اللي تتقري القرآن في البيت وتضيفي إلى مكون، أو أنك تتقري آيات، عندك أجر. أولا تيفتح لك الله جميع الأبواب وتكوني عارفة أشنو تديري. إذا الوصفات اللي سنحطو كلهم ربانية وكلهم فيها قراءة القرآن. تقرأي القرآن على مكون أو أي حاجة تبخري بها، لأن الرقاة كانوا يرقيوا الماء ويشربوه، كانوا يتبخروا بالسانوج، بحبة السوداء، بزاف البخور كان، المرة كانت، القسط الهندي. إذا البخور كاين البخور العود كاين. إذا البخور ماشي حرام، تحطي عليه آية القرآن لشرح الصدر لإبطال السحر ماشي حرام، ولكن الحرام هو أننا نمشيو عند شي كاهن ولا كاهنة، أو نهضرو بطلاسم، أو نهضرو بحاجة مفهوماش. كلام الله مفهوم، بسم الله مفهومة، الصلاة على الرسول مفهومة. إذا الحمد لله والشكر لله، تنطلبوا غير الرحمة الوالدين فقط. إذا الحمد لله والشكر لله بالقرآن. ديما تنقول لكم الوصفات ديالي تنعتمد على قراءة القرآن، وتنذكر الله باش يشافي عباده ويشافينا ويشافي جميع المسلمين، وتنحطوا آيات على القراءة لعل وعسى ربي سبحانه وتعالى يشفع فينا ويشوف فينا ويعطينا السؤال ديالنا، تياخذنا ربي سبحانه وتعالى بالقلوب ديالنا. القلوب تكون مزيانه وربي راه غيسخر، وتكون النيه الحسنه، لان النيه الحسنه هي اللي عليها الاساس. النيه مع الله اولا، وعاد مع نفسك من تقراي تحضري الوصفه خاصك تكوني على يقين وتكوني على طهاره، وتقراي قراءه القران وتطلبي الله سبحانه وتعالى يعينك على الالم والازمه اللي فيها، لان اي ازمه تتحيد باذن الله. لابد تتحيد اي حاجه، تأزمة ما تتبقى، كل شيء تيمشي، لان الله موجود رحيم جواد الرحيم، اسمه الرحيم، هو اللي غيرحمنا، هو اللي غيرحم جميع العباد وله الحمد. هادشي اللي غادي نقوله. اما الوصفه ديالنا ديال اليوم هي كيفاش ترقي نفسك. الناس اللي عندهم عوارض وعندهم الم في الجسد وعندهم متاعب في الجسد، كيف ترقي نفسك؟ بنفسك، لا تلجئ إلى شعوذة أو طلاسم أو أي حاجة. رقي نفسك في بيتك وارتاح إن شاء الله. غادي تشوف أهوال، غيجوك تشنجات، غيجيك ألم في الكتفين، غادي يجيك ألم في البطن، ولكن يوم على يوم غادي تشافى وغادي تعافى، لأن غيجوك أحلام، غيجوك ضواغط أحلام، غيجوك بزاف الحوايج، ولكن غادي الشيطان يعكزك، غادي الشيطان يقول لك، غادي تقلع لك كتافك، غادي تحس بألم، غادي يجيك النعاس، غادي يجيك دموع. إذا أنت خاصك تكون منتصر على نفسك أولا. أنا خاصني ندير، خاصني نرقي نفسي بنفسي، خاصني نخرج من هذه الحالة، لأنني أنا متعب بأعراض السحر أو العين أو الحسد. كلهم عوارض تأثروا على الجسد، كلهم العوارض تيكونوا عندهم طاقة سلبية في الجسد. إذا الطاقة السلبية دخلت الجسد ديالك، الى دخل البلوتوث، تليفون الى كان فيه البلوتوث ما تتشوفوش. اذا بحال الطاقه اللي تدخل ديال العين والحسد والسحر، شياطين
الحسد وشياطين السحر متربصين بالإنسان تيبغيو يأثروا عليه، لأنهم موكلين بأعمال شيطانية لا محل فيها. إذن اليوم غادي نعطيكم واحد الطريقة جيدة في الرقية، ترقي نفسك في بيتك وانت عارف اش تدير، وفي نفس الوقت غادي يكون عندك يقين انك تقرأ ديما القرآن وديما تتواصل مع الله ودير الدعاء ديالك، وربي راه هو الشافي هو العافي، لا شفاء الا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما. الله موجود، الله كريم، الله رحيم، الناس كاع اللي مضرورين لابد غيجي يجي يوم وغادي يفرج علينا كاملين صدر ربي، والحمد لله الفرج ديالو ديما موجود وديما ترحمنا برحمته. اذا نعطيكم هذه الطريقة اللي تديروا الرقات، الرقات تديروها على اساس انك باش تبطل تتبطل السحر ديالك او العين او التوابع اللي عندك. هي قاعد الرقية صالحة بزاف الاعراض من اي مس، اي مس تنقول اي مس، ولكن تبعها كل على الاقل تبعها ولو مرة في الشهر. اذا انت الا لقيتي عليها الراحه او انت لقيتي على الراحه غدومي عليها فقط الدوام، ولكن ديما نديرها بيقين وتكون عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى. اول حاجه هي 7 ورقات اللي غادي ندقهم بحجرتين، هنايا غادي ندقهم بحجرتين. الا ما عندكش هاد الحجرتين غادي ديريهم في خلاط كهربائي 7 ورقات كاملين كاملين، غادي ان شاء الله ندقهم، لان دابا الليل ما نقدرش ندق، ندقهم هكا بحجرتين حلقة، نضغط عليهم مزيان حتى انهم يدقوا. غادي نحطهم هنايا، غادي نحطهم هنا في كأس اللي غادي نقرا عليه هاد الرقية، هاد الرقية الشرعية اللي غادي نعطيكم. اول حاجة انا حيد دابا الليل غادي نوريكم كيفاش خاصكم ديروا لهم بيدي، عادة انتما دقوهم بحجرتين، لان الليل دابا منتصف الليل وانا ما نقدرش ندق، غادي نديرهم هنا في الكأس، غادي ان شاء الله ناخد هادو، غادي نوريكم كيفاش غديروا ليهم. غادي ناخد كأس الماء، غادي ناخد هاد كأس الماء داك اللي غادي نرقي، غادي ندير 7 ورقات، وغادي ندير كل آية كل سورة غادي ندير فيها 7 مرات، الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، سورة الفلق 7 المرات، سورة الناس 7 المرات، الكافرون 7 المرات، الزلزلة 7 المرات، آية إبطال السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، بسم الله الرحمن الرحيم، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. غادي نقرأ آية، غنقراها 7 المرات. هاد الرقية الشرعية خاصكم تعرفوا صالحة لجميع العوارض، الناس اللي معطلين على العمل، الناس اللي عندهم سحر، الناس اللي عندهم سحر الأرحام، الناس اللي عندهم تقاف، الناس اللي عندهم ابتلاءات جسمانية من عوارض الأعراض اللي تجيهم من المس. إذا هاد الكأس غادي من قريت عليه غادي نضيفه إلى القنينة، غادي نوضعه إلى القنينة هنايا، نوضعه هكا غادي الوقت اللي نبغي نشرب، غادي نشرب كأس صباح وكأس مع الغداء
وكأس مع العشاء، 3 كؤوس في اليوم مدة أسبوع. مدة أسبوع. إذن غادي ناخد كأس صباح وكأس في الغداء وكأس في العشاء. غادي نخلي شيء قليل غنديرو في بخاخ، وغادي نبقى نرشو على الجسد ديالي قبل النوم. قبل النوم غادي نداوم على سورة الرحمن، غادي نداوم هذيك المدة ديال 7 أيام تنشرب الماء، نداوم على سورة الرحمن، لأن سورة الرحمن تشافي من جميع الأمراض. غادي ناخد المسك الأسود، غادي ندهن الظهر ديالي والبطن ديالي والصدر ديالي، نحط شيء قليل في الأنف ديالي وفي السرة، في السرة ديالي. غادي ناخد بخور، وناخد بخور ديال الفيجل وأوراق السدر والسانوش. عندنا 3 المكونات، أوراق السدر، عندنا سانوج، عندنا الفيجل. 3 مكونات هادو هما ديال المس، هادو هما ديال المس. هنقرأ عليهم سورة الجن مرة واحدة، سورة الجن مرة واحدة، وغادي إن شاء الله نبقى نبخر بها من حس براسي عندي عوارض ألم في الجسد ديالي. أنحاول أنني نحط هذه الوصفة في مبخرة ونتبخر أو مقلاة، والبقايا ديال المقلاة اللحوم في مكان عاشب. أما الماء غادي ناخد بخاخ ونبقى نرش الجسد ديالي كامل قبل النوم مدة أسبوع، الوقت اللي تنشرب الماء. أما المسك الأسود أو المسك الأبيض أو المسك الخام أنحاول ندهن به السرة والظهر والصدر والجبهة والأذن والأنف وأصابع ديال الرجلين تهما. إذا الفيديو إلى عجبكم حطوا لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، وتأبوناو بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.